خلونا نتابع أخبار الفن والفنانين والمشاهير في فقرة سيدتي وود الأسبوعية. مرحبا لكل عم يتابعنا بفقرة جديدة من سيدتي وود لهذا الأسبوع اللي بقدم لكم إياها من مكاتب سيدتي في دبي. ضمن أسبوع الموضة في بيروت كان في مشاركة للمصممة العالمية منال عجاج ضمن مسرحية أبجديت الياسمين اللي أخرجها الفنان عبد المنعم عمايري. منال كانت بالكواليس كتير متلبكة. كاميرا سيدتي وود رصدت هذا التلبك وكان لها الكلمة التالية. شو شعورك بهاللحظة؟ هلا مركزة إنه كيف عم يطلعوا الموديل. هلا برجع بخبرك شو شعوري. ولمخرج العمل الفنان عبد المنعم عمايري كان له تصريح التالي. يعني بجوز البعض يستغرب من المسألة إنه عرض أزياء وديفيليه، شو دخلك عبد المنعم عمايري بالمسألة؟ فن التشكيلي والأزياء والموسيقى والدراما كلياتهم فن مع بعضهم، فإذا اشتركوا مع بعضهم قديش بيكون شيء حلو وعظيم. أما الفنان يجيني إسبر اللي كانت كعارضة أزياء صرحت التصريح التالي. هلا اكيد ما في خجل لانه بالاساس يعني عروض الازياء كانت ببداياتي يعني وانطلاقتي كانت من عروض الازياء، فانا بعتبره الستيج او كاتووك اللي بنعمله هو بيتي الاول يعني. فنانه لبنانيه برنانديب حديب خصت كاميرا سيدتي وود بلقاء خاص، خلينا نشوفه سوا. بصراحه انا مرقت فتره بديت العيله على الشغل، فبما انه تجوزت وصار عندي اولاد كانوا هن اهتماماتي الاولى الاولاد، مشان هيك بعدت شوي عن العالم الفن. ضمن لقاء مع رحمه رياض كان لها رساله خاصه وجهتها للفنانه شذا حسون، خلينا نشوفها سوا. ما اتبع على احد ما يتصل عليه، لان انا احيانا ما اتصل على العالم، يمكن لانه يكون عندي ظروف، يكون عندي انشغالات، بس هذا مو معناته اكو عداوه اكو كراهيه، بالعكس شذا صديقه واخت عزيزه. اشوف اني ما احط بقلبي، يعني انا ما اشيل بقلبي اقعد حاقد على صديقه اكلت وشربت وياها، اوكي صار سوء تفاهم يمكن، شنو العتب على قد المحبه؟ بس والله تتصدر غلاف مجلة سيدتي لهذا العدد الفنان التركي بيلين كرهان المعروفة بالوطن العربي باسم السلطانة مريم. تحدثت خلال اللقاء عن علاقتها بوالدها وعن طفولتها المعذبة، ليش ترك والدها وشو كانت ردة فعله لما صارت نجمة معروفة وشو المواقف الحرجة اللي مرت بحياتها، خلينا نشوف. ضمن 30 ثانية ثقافية لهذا العدد كان مع الكاتبة رنا المداح اللي تحدثت عن أهم مكاتب بالنسبة لها بالوطن العربي، مين كان؟ ضمن حوار نجوم وأضواء كان مع الفنانة المصرية زينة اللي كشفت عن علاقتها بالفنان أحمد عز وأسرار لأول مرة بتحكيها. بعد الضجة الإعلامية اللي صارت بعد ما أعلن الفنان حسن الرداد زواجه من الفنانة إيمي سمير غانم قريبا، مجلة سيدتي قدرت تكشف كواليس علاقتهم، خلينا نشوفها سوا. ضمن فقرة مواقف وآراء كانت مع النجم قصي خولي اللي هو كل البنات بحبوا يعرفوا مين فتاة أحلامه. قصي صرح ضمن هي الفقرة بالبنت اللي بتعجبه وشو هي المواصفات. الكل بيعرف عن علاقة الصداقة اللي بتجمع بين الفنان ملحم زين والفنان نصيف زيتون، وهي العلاقة خلت الفنان ملحم زين يستدعي الفنان نصيف بأحد الحفلات ليغني ديو معه. شو هذا الديو؟ خلينا نشوفه سوا. وهيك نكون خلصنا فقرتنا لهذا الأسبوع. إذا حبيتوا تتابعوا آخر الأخبار الفنية فيكم تتابعوا عبر موقع سيدتي.